وانا في الزمالك. وانت في الزمالك؟ اه في الاهلي لعبت في نص الملعب في الاهلي لعبت في نص الملعب بس. اه طيب لعبت مع مانويل جوزيه ولعبت مع كابتن حسام البدري. والله يمكن ده لي فكر وده لي فكر خالص والاسلوب، بس انا شايف ان الكابتن حسام البدري ماشي بشكل كويس جدا، واللعيبه كلها بتحبه وبنعتبره كاخ اكبر لينا، وانا على المستوى الشخصي نفسيا مرتاح ان انا بتعامل مع كابتن حسام اكتر من مستر مانويل. مستر مانويل كان كويس ومحبوب وكل حاجه، بس التفاهم برضو ما كانش موجود قوي. انت عارف يا كابتن، يمكن الاجانب او الخواجات ليها اللي في دماغه يعني صارم ما فيش، لكن الكابتن حسام يعني مرن شويه. كابتن حسام بيعرف يتعامل ازاي مع اللعيبه، عارف امتى اينه بيتحط، عارف امتى اينه بيتشال، يعني الراجل اللي بقاله كتير معانا ففهمنا اكتر يعني. فبتمنى له التوفيق كابتن حسام. طيب اصابه طارق السعيد واينو هي لعنه الزمالك والخوف على جمال حمزه ولا عزاء للانتماء والجراس الفكري. اينو مش ناسي جون السوبر في الزمالك، ده واحد بيكلمك على جون السوبر في الزمالك كنا لسه بنتكلم فيه من شويه. كل يوم بسمع احلى صباح بس عشان اينو النهارده هسمعه اكتر واكتر. ده وائل من شرم الشيخ. معاذ الشعبي من وكيل اللاعبين وكيل اللاعب بوشروان، احلى صباح عليك. صباح الخير لكل المستمعين. هشام بوشروان، مفاوضاته مع نادي الزمالك وصلت لحد فين؟ والله كان في اتصال اولي وهشام بيفكر حاليا. ان شاء الله يكون رد قريب، التنقل لمصر ان شاء الله قريب. المفاوضات بدات ازاي؟ والله كان في اتصال واهتمام من طرف النادي عن طريق وكيل مصري، وان شاء الله ان شاء الله يكون الرد قريب. خلال قد ايه يا فندم؟ يعني مثلا خلال اسبوع، خلال 48 ساعه، خلال اسبوعين، 10 ايام، الرد امتى؟ يومين ثلاث ايام. رغبه اللاعب ايه؟ رغبه هشام ايه؟ لا هشام يستمع بصدر رحب لكل العروض، واكيد في اهتمام من نادي كبير طيب واسم كبير. معاذ الشابي وكيل اللاعب بوشروان، من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يبقى عائق في اتمام الصفقه؟ هل الجزء المالي؟ هل الجزء الفني؟ ايه اللي ممكن يعاق؟ عارف انت العرض في الجوانب كلها، في سنوات العقد، في الجانب المالي، في بس الجانب الرياضي ما فيش عائق المفروض. طيب هل الكلام في اعاره مثلا ولا الكلام في بيع نهائي؟ لا هو يكون في بيع نهائي المفروض. نعم؟ هو يكون المفروض بيع نهائي عشان العقد بتاع بوشروان خلص يعني هو فري الراجل. ايوه المفروض يعني. طب طلباته المالية ايه؟ والله دي الأشياء دي حال نتكلم عنها في النادي مباشر. هتتكلم عنها بشكل مباشر. إن شاء الله. طيب في مفاوضات تانية من نادي تاني خارج مصر، خارج الوطن العربي، مفاوضات في تركيا، مفاوضات مثلا في الدوري الاوروبي لهشام بوشروان، بيفكر بيقرر بعد يومين ولا المفاوضات مقتصره بس على نادي الزمالك؟ لا هو كان في عروض من نعم دول عربية، في عروض من دول عربيه تانية في الخليج، في من دول تانية في الخليج. هاي. الامارات مثلا او قطر مثلا. مثلا نقدر نقول مثلا. طيب مثلا ممكن يجي امتى؟ ان شاء الله انا زي ما قلت لك انا كمان مستني رده، ان شاء الله يكون عن قريب. طيب بنسبه قد ايه، وده اخر سؤال، بنسبه قد ايه هشام بوشروان في الزمالك؟ والله العظيم نقدر نقول 30 زي ما نقدر نقول 80 و90%. يعني 30 زي 80. ايوه 30 زي 80. ماشي. معتز او معاذ الشابي وكيل لاعب بوشروان، احلى صباح عليك.